السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هنعمل النهارده بدنجان مخلل بطريقه جميله وسهله. انا بجيب البدنجان، بقوم جايه شايله العين الاخضر ده بايدي واكون غسلاه كويس واغسله كويس قوي، عشان انتوا عارفين ان كذا ايد بتبقى تنقي. وبقوم جايه بقى مجهزه تتبيله معايا، جايبه طماطميتين صغيرين وشبت، ما باخدش الجذور بتاعه الشبت، باخد الورق بس، وجايبه فلفل حامي اللي هو شطه وفلفل بارد اختياري ولمونة وشوية خل ورشة ملح وكمون وكزبرة. الخلطة دي بتبقى ايه، جميلة جدا، اتمنى انك تجربيها. هعمل ايه هنا بقى، بسيب الزيت، تركة برضو من التركات ان الزيت بتاعي يغلي قوي، يكون سخن قوي. بجيب سكينة زي كده، قوم جاي ايه شقة بدنجانة من هنا لجوه هنا اهي. خلاص هعمل بقى كله بنفس الطريقة اللي انا شايفاها دي. هفتح البدنجانة بتاعتنا اهي اهي، بسم الله اللهم يسر. اهم حاجة يا حبايبي الزيت بتاعي يبقى سخن قوي، ده مش هيخلي البدنجان نفسه يشرب زيت. تمام، تبقى الزيت على النار كده سخن. بسم الله الرحمن الرحيم، حط كمية عندي بقى بتاعت البدنجان. وقلبه تقليبه كده، بسم الله. زودت ليمونه كمان، وحاسس ان هي طعمها ايه محتاجه الاول طماطم، رحت جايه ايه حاطه شويه صلصه طماطم او طماطم ضربها في الخلاط عشان تديني طعم برضو ده. هنا برضو من ضمن الاضافات اللي بتبقى حلوه وبتخلي طعمها حلو كمان، ان انا احط ايه حوالي معلقتين صغيرين زيت زيتون كده، بيديني نكهه جميله ولون حلو كمان. ده غير الفايده، غير الفايده ما شاء الله، انتوا عارفين يعني فوائد زيت الزيتون بتبقى عامله زي مع الليمون ومع الخضره، بتخلي الخضره دي المعده تمتصها على طول. اي معلقه زيت. بعد كده بقى بقوم مطلعاها على ورق، شوفي اوريكي عرفت ازاي انها استوت، بسم الله. شوف التك عليها كده هتلاقيها طريه خالص اهي، مش لازم يعني توصل لدرجه انك تحمر القشر اللي بره، لا خلاص. في طريقه تانية ليه بيبقى مسلوق، بس في ناس كتير بتفضل ان هو مقلي، بيبقى ليه طعم برضه، الزيت مديله طعم. المسلوق بيبقى كانه غلاف كده طري وخلاص، ما بيبقاش يعني بس بيبقى حلو في الدايت بقى. المسلوق ده هسيبه بقى يتشرب من الزيت بتاعي يتشرب، وبعد كده يبرد خالص، وبعد كده ارجع احشي ان شاء الله. شويه كزبره مخرطين برضو مع الخضره تديها راحه اكتر. جبت بقى الطبق بتاعي اوريكي عامل ايه، بسم الله. شوفي مش شارب زيت، شوفي ايدي اهو مش شارب زيت. هجيب بقى من كل حاجه هنا في الخلطه، وهم جاي ايه عاملة كده. يعني عايزة اقولك ان انا بقى ايه حطيت فصين توم كمان، ادوها ريحة تحفة. بعد كده بقى نجيب ايه، نعمل كله بنفس الطريقه. الثوم تدقيه في الاول برضو مع في الكبه برضو في الحاجه اللي في الاول. الحشوه بقى بمزاجك، كتير قليل بمزاجك بصراحه. لو شايفه البدنجان قلبها ابيض ازاي ما شاء الله. شايفة؟ ما
عايزه اقول لك ان احنا بنعمل فرشه كمان، احنا بنحطه مثلا في علبه الثلاجه الباذنجان ده، ونقوم جايين حاشينه وفرشين من تحتيه ومن فوقيه بقيه الخلطه دي. ما بنقولش مثلا ايه الكفايه هو في قلبه بس، لا بنغطيه من كل حته. وده بيبقى شكله النهائي، اتمنى يعجبك، والف هنا وشفا. متنسيش اللايك، متنسيش الاشتراك، خليكي معايا دايما منوراني. فيديو جاي ان شاء الله نتقابل. شكرا.